في هنا وهناك عندنا تصريح خاص وحصري لمساء الخير يا مغرب لشادة تي في بطبيعة الحال. التصريح هو ديال السيد بن غانم غربي اللي هو مدير مستشفى بن رشد بمدينة الدار البيضاء، وكل شيء تعرف المستشفى الجامعي بن رشد. إذن هو مدير مستشفى بن رشد، كان قبل يومين تقريبا واحد الفيديو تنشر بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الفيديو أشنو فيه؟ نقرب لكم الصورة، وملي غادي نتكلم عليه غادي يعرفوه المغاربة والمشاهدين الكرام اللي توصلوا بهذا الفيديو أو شافوه في شي بلاصة. هذا الفيديو فيه المدير ديال مستشفى بن رشد، مستشفى بن رشد، ما تنقول لكم مدير، هذا مدير مسؤول ولد الميدان، ماشي غريب على الميدان ديال الطب، ومدير واحد من أكبر المستشفيات اللي كاينة في المغرب. مدير مستشفى بن رشد بالدار البيضاء في واحد الفيديو بان هاز القميجة باش أنه يجلب الممرضة، شادة السورانج بحال هكا، شادها، هذا هو دراعه مثلا، وهي شادة السورانج بحال هكا من الوسط بحال بهذه الطريقة. تبان في الفيديو مزيان بأن السورانج راه المدير ما جلبش، ما جلبش، تبان بأنها شادة السورانج حطها حدا ودارت ذاك القطن الكول، وبان بان ما كاين والو، بانت في الفيديو باينه والصحفيين تيصوروا. اواه الفيديو تبارطاجا، دار ضجه، حتى انني وصلني الفيديو وفي التعليق في الفيديو مكتوبه شوف هادو تيضحكوا على المغاربه، هذا راه المدير ديال بن رشد مثلا. يعني الفيديو دار ضجه. انا شفت الفيديو قلت ما يمكنش، واش مدير مستشفى بن رشد غادي يجيب الصحافه باش يدير داك الفيديو بانه شنو الا كان ضرب في عقله، ما يمكنش يديرها. واخ خصنا الحقيقه، تنقلبوا على الفيديو الاصلي، لقينا الفيديو الاصلي فيه ما يزيد على جوج دقائق وشي حاجه، خذوا ديك 15 ثانيه وقطعوها وبارطاجوها. المهم على اين الفيديو اللي فيه جوج دقائق وشي حاجه فيه مدير مستشفى بن رشد تيجلاب حقا تيدير اللقاح ديال كورونا. فلغرض في انفسي من خذ الفيديو قطعوا على هواه وبارطاجاه، عنده نيه مبيته، هذا نوع من الخصه. فحنا بغينا نتاكدوا اكثر من المعلومه، مادام الفيديو دار ضجه خدينا رونديفو عند مدير مستشفى بن رشد ومشينا عنده المكتب ديالو، وفي تصريح خاصة به شادة تي في كما قلت لكم مدير مستشفى بن رشد بالدار البيضاء يوضح بخصوص مقطع الفيديو المتداول والمرتبط بعملية التلقيح ضد كورونا كيف ما تتشوفوا في الصورة. إذا غادي نشوفوا ونسمعوا التدخل والتوضيح ديال مدير مستشفى بن رشد بخصوص هذا الفيديو الفخ، فيديو بياج هذاك. نسمعوا المدير بن رشد. اول حاجه هذيك الفيديو ما كتبينش انني خدت الجرعه الثالثه، لان هذيك الفيديو ماشي ديال الجرعه الثالثه، ديال الجرعه الاولى. الجرعه الثالثه خديتها في 11 اكتوبر 2021 وما كانت حتى شي صحفي، ما تلتقط لي حتى شي تصويره، وما كاين حتى شي لا تصويره لا فيديو ديالها. هذه الجرعه الثالثه، هذه اول حاجه. بالنسبه للجرعه الثانيه باش نرجعوا لها، تخادت في نهار 19 فبراير 2021 وهاد التصويره ديالها، بما اننا اللي يمكن تشوفوا من اسم اللباس ديالها ممرضه اخرى. والجرعه الاولى اللي تخادت في نهار 29 يناير 2021، وكانت الصحافة، أنا شفتو راه كاين موقع آخر ولا هذا، كانت الصحافة، وكان فعلا هي اللي فاش كنا عيطنا للصحافة، أو الوقت الوحيد اللي عيطنا للصحافة باش تحضر،
وفعلا كان سميتها لاننا كنت تلاعب بالفيديو. الفيديو الاصلي اللي كانت خاد من اللي كانت خاد فيه تقريبا شي 2 دقائق 45 ثانيه واللي كيبين وراه تم دابا النشر ديالو في الموقع الشخصي فيسبوك ديالي لانني عطيتو الراي العام باش يشوف انه الفيديو الاصلي شنو فيه. كانت تمت عمليه التلقيح كامله وملي جات الممرضه على انه تسالي الشغل ديالها وتلقي بلا سورانك الحقنه تلقي بها انها سالات ان سميتها المصورين طلبوا منها الله يجازيك بخير توقفي ناخذوا التصوير. دونك هادشي اللي وقع. اذا ملي كنشوفوا هذا كاين واحد السوء النيه وعلى انه فابركات فيديو ماشي فابركات فيديو اخذ مقطع قصير ديال 13 ثانيه من فيديو فيها 2 دقائق 45 ثانيه لانه تبين على انه السيده على انه ممرضه واقفه والناس غير كيصوروا انه كاننا بحال اننا كنمثلوا. يعني غريب على اننا كمدير مستشفى جامعي والاطقم ديالو كامله والصحافه ديال الوطنيه كامله ويجي يمثل معاهم زعما يكون صعيب التصديق ديالها بالانسان عاقل وانه اللي كياخذ شويه التريوت يعني كيبين هذا الشيء لانه اللي فبرك هذا الفيديو يعني عنده سوء نيه وباغي يضر برنامج وطني اللي كيهمنا كاملين كيهم المواطنين كاملين وكيضرب من غير الاشياء الشخصيه على الكرامه ديال الانسان وعلى الصوره ديالو وعلى المصداقيه ديالو وداك الشيء هذاك بوحدو داك ملف بوحدو. كنقول بالنسبه اللي مهم عندنا حنايا هي هذه الحرب اللي تقريبا هذه شهر عام وثمان شهور اللي المغرب تحت قياده السمير صاحب الجلاله كيقيد بواحد الشجاعه وواحد المهنيه وواحد الوطنيه لان مكنات انه المغرب انه الان عنده مراكز متقدمه جدا على المستوى الدولي ولانه تمكن لانه يحافظ على صحه المواطنين واننا الاطقم الطبيه والاطقم التمريضيه والاداريه ديال المستشفيات ديال المغرب وديال المستشفى ديال الخاص على انه اللي كان تحمل العبء ديال هذه الجائحه وبالاخص اننا حنا كنا كنتكلفوا باصعب الحالات اللي كتحتاج الانعاش تقريبا حوالي 2000 حاله اللي حنا تكلفنا بها في هذا التمشور يعني رقم كبير تقريبا 40% ديال الحالات ديال الانعاش ديال المغرب. دونك يكون شويه صعيب على الاطقم الصحيه ديال هذه المستشفيات ان تسمع بحال هذا الاكاذيب وبحال هذا لانه التغليط ديال الراي العام والاكاذيب فشيء غير واقعي وكنتاسفوا على هذا. واللي مهم عندنا اننا كنظن اننا الحاجه خصنا نقولوا اللي مهمه لانه الراي العام والمواطنين اللي يكون عندهم اخبار انهم يشوفوها في اي موقع لابد انهم يحاولوا انه يتقنوا صحه الخبر حيت كما لاحظنا هنايا ويعني وعدنا بالملموس لانه كاين تغليط وكاين يعني انه جريمه في اللي كتكون لا ادبيه ولا اجتماعيه ولا قانونيه لاننا نحاولوا نغلطوا اننا نتهموا الناس بتهم اللي غير معقول وكنجيبوا شي اشياء اللي غير محموده على البرنامج الوطني مهم في محاربه ديال هذه الجائحه. إذا كيف ما تبعتوا هذا تصريح خاص وحصري لشدا تي في ومساء الخير يا مغرب من مدير مستشفى بن رشد المستشفى الجامعي المعروف بالمغرب وبمدينة الدار البيضاء خاصة. للأسف الشديد كيف ما تشوفوا المدير يعني غاضب من هذا التصرف وهذا تصرف يغضب لأنه ماشي في صالح البلاد أبدا ومحرض على الفتنة واللي شد هذا الفيديو وقطعوا وبارطاجاه يجب أن يتابع ويعاقب وفق القانون لأنه خصة ودناءة وقلة أدب أننا نشوفوا بحال التصرفات وهذه السلوكات هذه اللي بغات تمس ببلادنا وأمن بلادنا وبالأمن الصحي لبلادنا. فبالتالي الأمر ما خاصش يكون فيه واحد النوع ديال يعني ديال الرحمه او لا مبالاه ابدا. يجب تتبع الخيوط ويتعاقب الناس اللي تيديروا بحال التصرفات هذه لانه ينم على
نية مبيتة، الشيء ماشي باري، كاينة نية مبيتة، خاصة ما وقع لمدير مستشفى بنو رشد للأسف الشديد. إلى عندك الحقيقة الحق يا أخي متكاملة وباغي تفضح شي فساد معين فمرحبا، ما كاينش مشكل، فضح الفساد من مصلحة البلاد، ولكن أن تكذب على الحقيقة وتغطي الحقيقة وتغلط الرأي العام فهذا غير مقبول بتاتا. السلم الاجتماعي وأمن البلاد ماشي لعبة نلعبوا بها كيف ما بغينا.